لم يعد الأمر يتعلق بالمنظمة الدولية والشركات الدولية التي تنظم أنشطة سياحية في بلادنا اعترافا بما تحقق في بلادنا، ولكن اليوم البحث العلمي، الشباب، المنظمة الدولية، المبادرة الدولية يعني قررت وتقرر أن يحتضن المغرب مثل هذا النشاط وأنشطة أخرى. كما قلت مرة أخرى، نظرا لتجربة المغرب والتزاماته فيما يتعلق بالبيئة والمناخ، ولكن أيضا نظرا لتجربته فيما يتعلق بالطاقات المتجددة. نحن اليوم في تجربة فريدة من نوعها، لأنه مسابقة بين شباب العالم وخاصة شباب إفريقيا، دليل على التزام المغرب بالبعد الإفريقي وبالتوجه الإفريقي في هذا المجال، دليل أيضا على التزام المغرب بأن ينصت للشباب، والعالم اليوم يحتاج إلى صوت الشباب لأنهم هم المعنيين بهذا المستقبل، وخاصة أننا نعيش اليوم سرطان مناخي مدمر كلفته باهظة جدا إذا لم نتحرك. وأول أعتقد يجب أن ننصت لصوت الشباب، وخاصة إذا كان صوت مقرون بالبحث العلمي وليس صوت عشوائي، مقرون بالبحث العلمي. ولذلك نحن أمام اجتماع بين هذين، أنه شباب طلبة مع البحث العلمي، يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة، بالبناء المستدام كواحد من الحلول يعني لمواجهة التغيرات المناخية ولتطبيق يعني الطاقة المتجددة في هذا المجال. ولذلك نحن سعداء بأن تكون بنغرين وأن يقوم الإيريزان بهذه المبادرة في تعاون مع كافة الشركاء على رصيد الجانب الأمريكي، وأيضا شركاء آخرين على الصعيد الوطني والدولي لإنجاح هذه المبادرة التي سيكون لها ما بعدها. لا شك أنه سيكون هناك نداء يصدر عن هؤلاء الطلبة، أنه الجيل الصاعد مع البحث العلمي لإيجاد حلول بديلة للعالم. أعتقد هذا هو الجواب على ما يقع الآن في العالم من تغيرات مناخية. نجمة تيفي، قريبة منكم، مضوية في عيونكم.